بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب جنو لينكس، معكم عبد المجيب. اليوم راح اتكلم عن نقل الملفات او مشاركه الملفات عن طريق بروتوكول اسمه FTP. اوكي، طبعا اذا كنت محليا بالبيت ممكن تستخدم السامبا، اوكي، اللي هو افتراضيا موجود باغلب التوزيعات، تضغط على ايقونه نتورك وخلاص. لكن احيانا السامبا ما يشتغل عندك، احيانا السامبا ما تبيه. عن نفسي انا ما احب استخدم السامبا لانه كثيره اعدادات وتمام، وبالنهايه انا اساسا ما احتاج كل الخصائص الموجوده بالسامبا. احيانا اقول لك مشكله تصاريح. اوكي، موضوع الاف تي بي موضوع جميل جدا. ليش؟ لانه انا ممكن اتصل بالاف تي بي عن طريق حاجتين، مو متاكد من المعلومه هذه، هل السامبا يدعم عالميا او لا، لكن الاف تي بي اذا كان السيرفر حقك مربوط بالانترنت وفي عندك عن طريق ربط الانترنت هذا اي بي خاص بك، ممكن تنقل الملفات مع اصدقائك واصحابك عن طريق الاف تي بي، تمام، عن طريق الاي بي الخاص بك هذا. اوكي، هذه ميزه. اوكي، ما راح اتكلم عن هذا الموضوع اليوم. اليوم هذا الشق الاول من الدرس، كيف تثبت السيرفر هذا وكيف تفعله مبدئيا. اوكي، بعدين راح نكمل عن او نتكلم عن بقيه الخصائص، كيف تضيف مستخدمين والى اخره. اليوم ان شاء الله تعالى نتيجه الدرس هي انه تثبت السيرفر وتدخل على النظام الثاني عن بعد، تمام، ايا كان النظام هذا. طيب خليكم معي، خلونا نشوف شلون نقدر نسوي هذا. لكن قبل هذا كله لازم تعرف انه الاف تي بي ممكن تستخدمه بالبيت بشكل عادي جدا نقل الملفات، تمام، ايضا امن، ممكن تسوي خصائص امنيه له انه يعطي امن عالي جدا سواء على شبكه محليه او عالميه. تفرجوا معي خلينا نشوف ايش راح نسوي اليوم. اوكي، في البدايه اكيد راح تسجل طرفيه عشان تثبت البرنامج. الدرس مشروح الارتش لينكس، لكن ترى مثبته قبل بالارتش لينكس، مثبته على الدبيان يشتغل، لذلك مثبته على الدبيان، لينكس منت، على ابونتو، على الزوزة، على اي شيء تبي. البرنامج فيو، خلنا اعطيكم اسمه، تمام، فيري سكيور اف تي بي دي، هذا هو اسم البرنامج. ايا كانت توزيعه تثبت على حسب نوع التوزيعه، اذا كنت مثلا والله على الابونتو لينكس منت او على الدبيان، سودو apt get install very secure ftpd. اوكي، اما اذا كنت على Arch Linux راح تستخدم باكمان اس very secure ftpd. بالنسبه للفيدورا واي او ام انستول very secure ftpd. بالنسبه للزوزة راح تكتب زبر انستول very secure ftpd. اوكي، ايش الخطوه الثانيه بعد التثبيت؟ اوكي، الخطوه الثانيه بعد التثبيت انك تعدل اللي هو ملف التخصيص الخاص بالبرنامج، تمام، راح تكتب ببساطه سودو نانو اي تي سي بالشكل هذا اي تي سي، ثم راح تكتب فيري سكيور اف تي بي دي دوت كونف. اوكي، انتر، راح يطلب منك رقم السري اكيد لانك كاتب سودو، تمام، ثم راح يدخلك على اللي هو ملف الاعدادات. اوكي، هذا هو ملف الاعدادات. مبدئيا اليوم راح نسوي ايش؟ راح اليوم نفعله بانك تقدر تدخل على السيرفر عن بعد. اوكي، اوكي، راح نبدا. اول خاصيه هي اللي هو انونيموس انيبل، تمام، الفائده من هذه انه هل تسمح لشخص غير مصرح له بالدخول؟ ايش يعني الكلام هذا؟ هذا يعني ممكن الناس يدخلون بشكل غير معروف على الكمبيوتر هذا، مسموح او لا؟ اذا كان مسموح يس، تمام، اذا ما تبي مسموح اكتب نو، او ممكن تحط الخاصيه هذه بالشكل هذا، او ممكن تكتب نو. اوكي، لكن غالبا بالبيت راح تخلي جهازك مفتوح، غالبا اقول مو دائما. اوكي، بالنسبه لللوكال انيبلز، هذا هل تسمح للمستخدم اللوكال انه يدخل على الجهاز؟ كيف الموضوع هذا؟ اوكي، انا امر الكمبيوتر هذا اسمه عبد المجيب. اوكي، اذا كنت جاي من كمبيوتر ثاني، اوكي، هل اسمح لعبد المجيب اللي هو يوزر بالجهاز هذا اللي هو المستضيف اللي هو Arch Linux انه يدخل عن بعد ولا لا؟ كيف يعني؟ اذا كان عندي باسورد على جهازي هذا اللي هو Arch Linux اقدر ادخل، تمام، اذا حطيت صح بالشكل هذا والغيت هذه انونيموس، ايش راح يكون؟ راح اطلب الرقم السري الخاص بالجهاز هذاك، وهذه هي الطريقه الامنه انه يكون عندك باسورد لكل جهاز او باسورد لكل مستخدم. اذا حاب والله تقول لا واي شخص يدخل على راحتك، ممكن تخليه بالشكل هذا، لكن لوكال انيبل هذه ممتاز جدا لانه راح اطلب منك باسورد المستخدم اللي موجود هنا. طيب ننزل ونكمل. رايت انيبلز، هل تسمح بالكتابه او مجرد قراءه؟ شيلها عشان تقدر الناس تكتب، اذا ما شلت راح يكون قراءه فقط. بالنسبه لللوكال يو ماسك، هذا هو الملفات اللي لما تنضاف ايش راح يكون تصريحها بشكل افتراضي، تمام، غالبا راح تترك الخاصيه بالشكل هذا، ما راح تعدل شيء غالبا. اوكي، طيب في عندك ان اللي هو انن ابلود. اوكي، لازم نسوي خروج للكوبي، ما سويت الخروج. طيب بالنسبه للانن ابلود، طبعا المستخدم الانونيموس راح يدخل بدون ما تعرفه، تمام، الانونيموس لازم اعرفه، انونيموس معناته مجهول، تمام، فانت لما تشيل الخاصيه هذه، هل الشخص اللي هو دخل على جهازك تسمح له انه يرفع ملفات على جهازك ولا لا؟ اوكي، ممكن المستخدمين حولك بالبيت تخليهم يتفرجون على الملفات ينسخون لكن ما يحطون ملفات، لذلك انت ممكن تشيل الخاصيه هذه علشان انه المستخدم الغير معروف ما يدخل يسوي شيء، ممكن تكتب نو.
طيب هل الشخص الغير معروف ممكن انه يسوي مجلدات ولا لا؟ اوكي اذا شلت هذه يسوي مجلدات، اذا تركتها ما راح يسوي شيء. طيب ننزل ونشوف داير مسج انيبل، طبعا راح نترك هذه زي ما هي. تشينج اون ابلود، طبعا هنا ايش راح يسوي لما انك تفعل الخاصيه هذه؟ ايش راح يكون اول ما يرفع الملف يتم تغييره الى ايش؟ الى المستخدم اللي رفع الملف. لذلك انت ممكن تترك الخاصيه هذه بالشكل هذا بحيث انه يتم تغيير المالك للملف او انك ترجع الخاصيه. اوكي نفس الحكايه اذا انت حاب انك تغير المستخدم، تمام، ممكن انك تفعل هذه الخاصيه بحيث انه اي شخص تتم رفع الملفات، لو كتبت هنا المستخدم عبد المجيب وقام مستخدم ثاني اسمه محمد رفع ملف، المستخدم هذا راح يرفع باسم عبد المجيب، تمام، او عبد المجيب نفسه راح يبقى باسم عبد المجيب، او عبد المجيب يرفع ملف ونغير تصريحات الملف الى الروت، انا ارفع الملف لكن خلاص مالك الملف هذا هو الروت، تمام. اوكي انا ما راح اسوي شيء، راح اترك كل شيء مع الافتراضي. اوكي ايدل سيشن، اوكي بالنسبه للسيشن الموجود على الجهاز، بعد ما يتصل الشخص على جهازك بعدد معين، تمام، راح يفصل من الجهاز. يعني اذا كان خامل الشخص شلت الخاصيه هذه، اذا كان خامل بعد 600 ثانيه هي اعتقد او 600 ملي ثانيه راح يتم حذف الاتصال هذا الشخص، تمام، بحيث انه لو جاء يدخل مره ثانيه سوى تحديث يطلب بالباسورد مره ثانيه. اوكي هذه حلوه، ممكن اتركها. في عندك اللي هو داتا كونكشن تايم اوت، اوكي خلال عمليه الاتصال، اوكي اول شخص جاي يتصل بك صح، فلما يتصل بك الشخص هذا في فتره معينه تسمح له بالاتصال. كيف يعني؟ انا الان لما اتصل واطلب منه التوثيق، اذا تاخر الشخص فتره معينه راح ينهى اتصاله، هذه فكره التايم اوت. اذا شلته راح يكون في تايم اوت، ممكن تضبط التايم اوت بالطريقه اللي يعجبك او ممكنك تتركه بدون تايم اوت، تتركه على راحته، تمام. غالبا راح تتركه، ليش؟ لانه بالبيت، لكن اذا كنت برا البيت راح تفعل الخاصيه هذه. طيب سينك ابلود ما نحتاجه، هذه اعتقد انه الان جاهزين نشغله بالبيت. اف تي بي بانر ما بلازم، هذه الطرفيه اذا دخلت بالطرفيه عن طريق اللي هو الاف تي بي راح تظهر الرساله هذه ويلكم تو بلا اف تي بي. بلا اف تي بي هذا ممكن تسميه اي حاجه تعجبك. اليوم صوتي منبح شوي معليش. طيب باند ايميل، طبعا هذا لو كان مفتوح ممكن تحط ايميلات تشينج روت ليست. اوكي ما نبين هذول كلهم. طيب احنا تقريبا احنا جاهزين الان اننا نجرب الاف تي بي. تضغط على كنترول اكس ثم تضغط على واي ثم تضغط على انتر، الان السيرفر جاهز انه تقدر تدخل له. طيب بعدين ايش راح تسوي؟ راح تشغل الخدمه هذه. اذا كنت على الديبيان راح تكتب سودو سيرفيس اف تي بي دي، لا فيري سكيور اف تي بي دي ستارت، ايش راح يكون هنا؟ راح يشغل السيرفر. طبعا هذه الاف تي بي ولينكس منت والابونتو بنفس الحكايه، او انك اذا كنت على الارتس لينكس تكتب سيستم سي تي ال، تمام، وبعدين تكتب ستارت فيري سكيور اف تي بي دي. طبعا انا اعتقد انه يشتغل عندي، لذلك راح اكتب ريستارت. طيب اكسس دينايد لاني ما عندي تصاريح، راح اكتب سودو، راح ادخل الباسورد حقي. الان اسوي سيستم سي تي ال ستاتس فيري سكيور اف تي بي، طبعا عشان نشيك على الحاله بس. اوكي ما دام اكتف معناته انه يشتغل. طيب ايش باقي؟ باقي انك تعرف الاي بي حقك، اكتب اف كونفج او اكتب سودو اف كونفج، لان ديبيان ما راح تسمح لك. انا هنا بالارس لينكس راح اقدر ادخل عن طريق الاف كونفج، تمام. اوكي هذا الاي بي حقي 192.168.134. اوكي عندي توزيعة ثانية هنا اللي هي لايت لينكس، طبعا لايت لينكس توزيعة مبنية على اللي هو بلي هذا الابون. راح تدخل على مدير الملفات عندك ايا كان مدير الملفات، اوكي بالمكان هذا، او ممكن تضغط على كنترول ال عشان يحدد لك المكان هذا، تكتب هنا اف تي بي، اوكي اف تي بي ثم تحط نقطتين ثم تحط سلاش سلاش بالشكل هذا، خلينا نكتبه بالطرفيه عشان يكون واضح. العنوان راح يكون بالشكل هذا يكتب، نكبر الخط شوي، راح تكتب اف تي بي سلاش سلاش بالشكل هذا، ثم تكتب عنوان الاي بي 192.168.134. اوكي 134. طيب راح اجي هنا واكتب نفس الحكايه هناك اف تي بي 192.168.134 انتر. اوكي الان انا دخلت على ايش؟ دخلت على الارتش لينكس. حاب تتاكد انك على الارتش لينكس ادخل على الاي تي سي، اوكي ابحث عن ملف هوست نيم، هذا الهوست نيم دبل كليك عليه، يفترض ان يفتح ملف نصي لك، لا تعتبر نفسك فعلت الاف تي بي، لكن الطريقه هذه ليست امنه بشكل عام. لذلك خليكم معي الدرس الجاي راح نتكلم عن كيف تضيف مستخدمين وكيف تخصص مجلد لكل مستخدم. مع السلامه، نشوفكم بعدين ان شاء الله، باي باي.